تحايل عليها بالكذب والخداع، ثم أوقعها في شباكه وبدأ بابتزازها شيئا فشيئا تدريجيا حتى وصل لمراده. جريمة ابتزاز إلكتروني جديدة في العاصمة بغداد، والمستهدف كحال غالب الأحيان فتاة. الجاني وأثناء تواصله مع ضحيته لأكثر من مرة ادعى أنه بحاجة إلى المال وإنه يمر بظرف مالي صعب للغاية. هنا بدأت الفتاة تزوده بالمال حتى وصل لمرحلة ابتزازها وتهديدها بنشر صورها على المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وفضحها بين الجميع. فكيف ستتصرف تلك الفتاة؟ وهل ستتدخل قوى الأمن للقبض عليه؟ التفاصيل في مقطع الفيديو. يا دفعين الفلوس يا فضحش وخليش تصيرين الترند وعلى لسان كل العراقيين. إذا بعد تهديدات مستمرة من المبتز لضحياته ناجح باستغلال ضعفها وإخافتها، واستطاع جني أموال طائلة منها تجاوزت 40 مليون دينار عراقي. لم يكتفي بهذا القدر من المال، بل واصل استفزاز الفتاة بطلبه مبالغ مالية أخرى حتى ضاق بها الحال واتجهت إلى جهاز الأمن الوطني ليقوم بمراقبته واعتقاله، وهذا ما حدث. المتهم يقبع اليوم بداخل السجن بتهمة الابتزاز الإلكتروني وأحيل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. إذا هناك تعليقات ننتقل إليها مباشرة بعد أن ألقت قوى الأمن القبض على هذا المبتز الإلكتروني. نبدأ من خضر يقول: لا تصيرن سلعة بيد اللي يسوى واللي ما يسوى، انت مجنونة عطيتي 40 مليون، ما تقولي لي من وين جبتي هذه الفلوس كلها. بابا اي واحد يبتسكم بس اشيل التليفون على الاستخبارات او الامن وهم يشحطوا. تعليق من امل القيسي: الله يعينهم غلطت، نعم، بس العتب مو عليها وحدها، العتب على اهلها والمجتمع اللي ما يرحم. لو كانت مأمنة ما راح تنكتل أو تنفضح، كان فورا أبلغت القوات الأمنية وما عطت الفلوس ويبتزها. هنا مداخلة من أحمد الحلبوسي يقول: خلي خيس بالسجن، هيش واحد مجرم يتلاعب بأعراض الناس، هذا يستحق التعب والتحري، بس كون القضاء يحكم حكم قوي ويبرد قلوبنا. صلاح يقول: خواتي لا ياهو اللي يجي ترسلين صورك إله، وهاي تاليها سوء استخدام السوشيال ميديا وعدم رقابة الأهل. البنية وقعت وتورطت وانفضحت وفوقاها سرقها، عينك عينك يا ظالم النفس. 40 مليون. أيضا تعليق من علي العبادي: لكل ظالم يوم وإن طال يومه، فإن القانون له بالمرصاد، يحيى العدل وتحيى العدالة، وبوركت جهود الأمن الوطني وكفو.